اوكي، للعثمانية بدنا كيلو عجينة كنافة خشنة، بدنا كوب ونص سمنة أو زيت نباتي. للقشطة رح ناخد خبز توست منزوع الأطراف، بدنا لتر حليب سائل كامل الدسم، بدنا نص كوب سكر، بدنا 5 معالق جيمر أو قشطة، بدنا نص كوب جبنة موتزاريلا مبروشة أو نص كوب جبنة القطايف كمان بصير، معلقة كبيرة مزهر ومعلقة كبيرة مورد. هاي هي الأغراض اللي بنحتاجها للعثمانية. أنا شفتك محضرة إشي أول إيمان، قولي لي العجينة الكنافة. هلا أول شيء بس خلينا نعمل القشطة. هلا حليب سائل كامل الدسم 4 كاسات، وخلينا نجيب إشي نحرك فيه، نحط عليها السكر، نحليها شوي مش كتير لأنه معظم الحلو العربي بيكون بده نحط له قطر، فيا دوب تحلاية خفيفة. وبعدين بنجيب الخبز، بنجيب خبز التوست أو خبز حمام، بنحطه بالمطحنة أوكي في محضرة الطعام وبنسويه. هلا أنت مش محددة قد إيه الخبز؟ لا، باكيت كامل، الـ4 كاسات 3 كاسات ونص بياخذوا باكيت كامل. باكيت توست أبيض. هلا هذا شو منشف ولا؟ لا لا لا، عادي عادي. هو من امبارح الصراحة. بس إنه مش شرط يعني. مش شرط. ما بيأثر. المهم نقيم الأطراف. المهم نقيم الأطراف ما بدنا إياها وبدنا نحطه. هذا هو طعم الإشي اللي زاكي اللي نحن دائما نقول ابصر شو فيها القشطة، ابصر شو فيها هذا. أوكي. هذا هو طعم لأنه فيه طعم التوست بيطلع كتير زاكي. طيب. هلا اذا فيش محضر الطعام ما في مشكله، بايدنا نفتفته يعني. عادي عادي. ما في مشكله طبعا. بس انا هيك اسرع لنا. هاي السكر داب، هلا بس داب السكر، بدنا نحط الخبز جوا. تمام، بس يدوب، انا ما بنستنى الحليب يغلي. لا لا لا، بدنا اياه بس تشتش يعني زي ما بيقولوا. تمام. وهي انا كمان طاحنه باقي الخبز. بتاخذ الباكيت كله. نحركها. بعدين بحط لها معلقة جيمر، معلقة معلقتين، هم قديش بحبوه. بحط لها شوية، أنا بحب طعمه، بعطي طعم زاكي. شوية ماء ورد. 5 معالق جيمر. يعني هي 5 معالق صغار، أنا عشان حطيت بهاي. يعني هلا بيطلعوا. طبعا برجع لهم يعني بدهم يحطوا معلقتين ونص. هم بيشوفوا بالظبط. هي بتعطي طعم زاكي. ومش تقيل باي ذا واي، الجيمر مش كثير. وهي موارد، انا حطيت مزهر، هلا بدي احط موارد. ونتفت نتفت اذا في، اذا متوفر موتزاريلا. اوكي، مش كثير، بدنا شوي. نتفت صغيره بس عشان تعطيني وانا بقطع العثمانيه. مبروشه. نص كوب انت حاطه شيء بسيط، بس شيء بسيط تكون مالحه. ما تكون يا موتزاريلا يا القطايف، جبنه القطايف. يعني مش حلوم، مش جبنه بيضاء، مع الحلا تكون جبنه. أيوة. للحلويات. حلوه اللي بنستعملها بالكنافه، عرفتي كيف؟ هلا هيك صارت القشطه جاهزه، بس لازم تضلها بالثلاجه بحدود 8 ساعات ل 12 ساعه عشان يغب، عشان تتماسك. هلا انا عندي اللي عملتها ماسك، خلي اجيبها. هلا بالنسبه للكنافه، بنجيب كنافه في عجينه جاهزه موجوده بالسوق، صارت متوفرة في كل محل. اوكي، احلى شكلها. لذيذه زي لعب الاطفال. ناخذ كميه، كيف كلها احنا بدناش اياها اصلا، بدنا اياها تضلها شقفه واحده. اوكي، بناخذها بنحط لها السمنه. معلش احنا اليوم كله سمنه سمنه. واو. نعم نعم نعم. انا اسفه بس هيك هذا الواقع يعني. بنحطها وبنصير نعملها هيك. اوكي اوكي، نفتح فيها، بدنا اياها تضلها طويله. بدك هيك بس بدنا اياها تبعد عن بعض. تدخل السمنه بكل الخيطان. ايوه، نضلنا نعمل هيك. تمام. هلا في يعني انا بلاقي هاي الطريقه اسهل طريقه عشان تدخل السمنه في كل ال، نقدر ندعكها هاي الطريقة. بنحاول نقربهم مع بعض قد ما بنقدر، عشان إذا بعدناهم إلا بتكسر معك وأنت بتحمليها. هي تكون لا خميلة ولا رفيعة. تمام، واضحة هيك بهاي الطريقة. حلو. بعدين رندا لازم تكون فش فيها ولا فراغ كلها. مسكره هون منيح، كثير طالعه مرتبه شقفه وحده. وبعدين لانها بترجع كمان بتلزق، بنرجع بنحط كمان ورقه. اوكي، خليني بس اتاكد انها ماسكه. بعدين عشان ليش بقول لازم هدول يكونوا نضاف ومعقمين، بدك ترجعي تكبسي فيها.
اوكي بدك تكبسي فيها ترصي فيها وتحطي مثلا لنفرض انه عندك مثلا صحن بدك تحطي فيها هيك لازم تقليها بشيء شيء بيدخل على الفرن بعدين تخبزيها بتقعد بالفرن تقريبا ثلث ساعه ماكس اكثر بالكثير 30 دقيقه أوكي. بس نيها تطلع شقره يعني فهلا هاي لازم نوديها على الفرن ونحطها بتصير شقرة بتصير شقرة وكمان الطبقة الثانية نعمل هاي الحركة مرتين. مرتين إذا عندها أربع صواني كان بها ما عندهاش أربع صواني بدها تعمل مرتين طلعي أحلاها قشطة هاي من امبارح أنا عملتها هي بدها 8 ساعات بالفرن 12 ساعة يعني بس إنه أنا طبعا عملتها امبارح بالليل تمام هذا أول جزء هيك بتطلع من الفرن مطبوخة. بتطلع بهاي الطريقة نحط القشطة بعدين دقيقة شوي إيهاب رغب تصبحوا علينا أوكي هاي الطبقة الثانية أنسام الأحمد صباح الفل والياسمين بعدين في عنا شايفة كيف رندا ماسكة متماسكة كلها هاي طبقة ومخبوزة طبقة. حطيتي بدك تعمليها كمان طبقة هي لازم تتسكر خلص وهلا بنزينها بس حلو أكملي إذا بتحبي بس أنا هيني هيك بدي أورجيكي كيف بدي أزينها إيه ما أشتري أيوة هيك اسمها عصملية هيك صارت عصملية